برحب بحضراتكم مرة أخرى والفقرة الفنية. النهاردة معانا موهبة شعرية، موهبة شابة جميلة من المواهب اللي بدأت تشق طريقها في عالم الشعر وارتبطت بشكل كبير بالثورة المصرية. اختارت إن شعرها وإن كتابتها كلها تكون مرتبطة بمصر، بالوطن العربي، بهمومه. النهاردة معانا شاعرة شابة، هنسمع شعر يا رب إن شاء الله إن شاء الله يبقى يعني ينول إعجابكم إن شاء الله ويكون معبر فعلا عن الأيام اللي بنعيشها. معانا الشاعرة سحر الشربيني، أهلا بيك. أهلا بيك. صباح الخير. صباح النور. دايما بعد الثورات بنلاقي ان بيبقى فيه نوع من النضج، او يعني بيبقى فيه ظهور لمواهب شعريه او فنيه او غنائيه دايما خلف الثورات. انت الشعر بتاعك فعلا ارتبط بالثوره ولا كان من قبلها كنت بتكتبي؟ يعني مش هقول لك الشابه، اعتبريني بعد الشباب، منتصف يعني. لا طبعا الشباب موجود اهو، الساده المشاهدين يحكموا. انا بكتب من زمان وليا ثلاث دواوين شعريه، وبكتب من قبل الثوره بكتير طبعا، واصدرت ديوان كان قبل الثوره وديوان في 2011 والديوان الثالث اللي هو كان في 2013. طيب احنا 2012 يعني حصل ازدهار اكتر وتأجج نقدر نقول في المشاعر، وده عمل فعلا ديوانين بعد الثوره. ممكن يكون تمام، طبيعي زي اي فنان او اي شاعر او اي حد بيحس بهموم وطنه وبيبدا يعبر عنها في بقلمه بفنه بموسيقى تبع موهبته يعني. فانا اكيد اتاثرت وعبرت وارجو ان اللي عبرت بيه يكون مؤثر للناس يعني. ممكن اعرف ايه اول قصيده كتبتيها بعد الثوره؟ اول قصيده كتبتها كانت لوجو شفته على قناه الجزيره مكتوب فيه معا لاسقاط مصر. فتأثرت جدا بهذا اللوجو وكتبت قصيده، يمكن هي من اشهر قصائدي في الديوان. معا لاسقاط مصر ده كان تمام. حتى بعد كده لا، كان موجود ايام اول ثلاث ايام او في الثوره، وبعد كده كذبوا قالوا لا ده فيروس، لا مش عارفه ايه في القناه وكده. معا لاسقاط مصر، اتأثرت جدا بهذا اللوجو وكتبت قصيده مصر. انا يمكن هي من اشهر القصائد اللي هي في الديوان الثاني. وعلى ممكن نسمع جزء منها بقى ضد معا لاسقاط مصر. تمام طبعا. طب انا هقول لك لان هي في من الديوان الثاني، بتقول مصر العريقه لن يضام ترابها، مهما تبارت في الظلام مدامعي تبقى ويذهب كل شيء بعدها، مصر الانا فوق المدائن فاسمعي، صوت الشباب تعاظمت صيحاته فهالني حس الولاء المقنع، واشاد يوما في يناير من سنه لما اضنى من كل قلب موجع، مصر الامانه هل نضيع امانه سلبت ليضحى عزها في اضلعي، فلتشهدوا اني اشتريت عبيرها ودروبها حتى الغيوم بمصرعي، مصر التي قد العدو بأرضها بالحب هيا رددوا دوما معي، لن تنحني لن تنحني لن تنحني حتى ولو أضحت دمائي مدفعي، هي وردة والكل يأمل قطفها، يا أيها المصري حقا فلتعي، يا مصر يا مصر أعشق كل شبر ها هنا وبغير طينك لن أشيد مضجعي، ناجيت أسرار الأمان بلهفة ما كان يخرق غير صوتك مسمعي، فالفجر يغسل من ضيائك وجهه والروح شبت فوق أصفى منبعي، هذه بلادي هذه بلادي فوق كل مخرب، الثغر يضحك والشوارع تزهر، من كان أعمى فالزهور تكلمت، من كان أبكم للحضارة ينظر، لو يخدش الحساد بعد رمالها ظهر العروبة بعد خدش يكسر، يستنشق الناس الهواء
يستنشق الناس الهواء وخافك مستنشق حب البلاد وزافر كل النوابغ لو أرادوا معجما ليفسروا حرفا بها لن يقدروا فتراب مصر إذا تغنى باسمها ولد لها في لحظة سيكبر فهي المدى لحروفنا إن جمدت ومشاعر لجميع من لا يشعر وهي العروس على مواكب زهونا وسماؤنا والغيم فيها يمطر فالحب إن لو لم أمارس غيره فالوقت حين أحبها لا يهدر الوقت جدلت بعرك في الفؤاد بلادنا فإذا تحرك أي نبض تكبر البيت الأخير البيت الأخير طيب عايزه اعرف انت بتكتبي فصحى بس ولا بتكتبي سورة؟ لا انا بكتب بفصحى وعاميه واقول لك حاجه انا بعمل ايام دي امسيات اسمها ليالي الارهاب طبعا بنندد فيه بالارهاب اللي ترك امهات سكالى وابناء يتامى بلف بقى جميع محافظات مصر عملتها في طبعا تحت رعايه المستضيفين يعني انا عملتها الامسيه الاولى كانت عملتها في محافظه الشرقيه تحت رعايه نادي فاقوس الرياضي بقياده الاستاذ سيد البرعي وعندي عملتها في الندوه الثانيه كانت في الاهليه في كفر الروك في السنبلاوين كانت رعايه كنت كاتبه بقى قصائد باللغه العاميه 3 يوليو تمام كاتبه واحده كاتبه فصحى وعاميه لا كنت بتقولي حاجه قصائد بتتكلمي فيها مثلا امهات الشهداء انا كاتبه قصيده باسم امهات الشهداء فصحى بس انا عايزه اقول لك حاجه اللي هي اللي انا كاتباها عشان الامسيات بتاعتي في واحده فصحى وفي واحده عاميه اقول لك ايه طب خلينا نسمع مثال عاميه ماشي اقول بتقتل مين بالعاميه بتقول ما بنخافش ومش هنخاف لا من جاهل ولا كذاب ولا اخوان هترهب مين ده كل الدم في عروقنا جسدنا وضحكنا ومتنا على بلدي ما يغلاش دي مصر يا ناس ما جاش الليل وما اشتقتش غناوي الحب من عودها ما نفسكش تمد ايديك وتجمع عزها وقوتها وساعة ما الغباء ياخدك ما هزكش انين صوتها ما تبقاش بتقتل مين هنا عمك هنا خالك هنا امك ما فيش غيرها هيفرد ايده ويلمك ولما تحس يوم انك هتبكي دموع على صدر الغريب دمعك ما يسواش لامتى هتبني بخضوعك حجاره وحيط وتفضل دميه تتحرك بشد الخيط هنا يشدوا هنا يشدوا هنا يشدوا لحد ما يقطعوا خيطك برجليهم وطول ما انت بتتحرك ما بنخافش ومش هنخاف ما بنخافش ومش هنخاف اظن ده ممكن يكون احسن ختام ممكن نختم بيه يومنا النهارده اسمحوا لي طبعا في نهايه فقرتنا ان انا اشكر ضيفتي الشاعره سحر الشربيني جزيل الشكر لحضرتك وشرفتينا وربنا يوفقك ان شاء الله وحلوه جدا حكايه الامسيات ان انت تروحي وتلفي وتوصلي الشعر طبعا لمناطق عديده في مصر ده مجهود مشكور ربنا يوفقك ان شاء الله وكده نكون وصلنا لنهايه صباح دريم اشوفكم بكره ان شاء الله يوم جديد ان شاء الله يكون علينا سعيد وصباح دريم ما تنسوش بكرة ختام أسبوع صباح دريم مع الفقرة الدينية انتظرونا بكرة إن شاء الله